بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. سماد نترات النشادر، عايز أعرف بس الأسمدة اللي الناس لما بنحكي في برامج التسميد وخصوصا في الأسمدة الأحادية الناس دماغتها بتروح تانيين. طبعا ما أنا ما أقصدش المتخصصين، ولكن أقصد إخواننا المزارعين اللي هم يعني ممارسين بالخبرة كده مش بالدراسة، تمام؟ فبنعرفك يعني ايه نترات النشادر ديت، ويعني ايه سلفات النشادر، ويعني ايه اليوريا، والفروق بينهم ايه، وامتى تستخدم كل واحدة، المفضلة فيهم نستخدمها امتى، تمام؟ فنترات النشادر او بيسموها نترات الامونيوم، نترات الامونيوم مش الامونيا يا جماعة، الامونيوم، لان الامونيا ده غاز، تمام؟ بيسموها نترات النشادر او نترات الامونيوم، تمام. نترات الامونيوم دي نسبة النيتروجين اللي فيها 33.5%. يعني ايه 33.5%؟ يعني كل 100 كيلو نترات نشادر فيهم 33.5 كيلو جرام نيتروجين صافي. طب واحد يقول لي اليوريا فيها كام؟ لا، اليوريا في كل 100 كيلو يوريا فيهم 46، زي ما مكتوب عليه، كل 100 كيلو يوريا مكتوب بيحتوي على 46 كيلو نيتروجين. طب سلفات النشادر، كل 100 كيلو فيهم 20 كيلو جرام نيتروجين صافي، تمام. اذا فنترات النشادر اللي هي 33.5%، يعني ايه معنى النسبه دي، النسبه السماديه المكتوبه دي؟ يعني كل 100 كيلو نترات نشادر بيحتوي على 33.5% كيلو جرام نيتروجين صافي، او بيسموها وحده يعني، تمام. ولكن وحده دلوقتي المراجع الجديده بتقول غلط اسم وحده، المفروض نقوله كيلو جرام نيتروجين، تمام. السماد نترات النشادر ده هو مفضل يا جماعة في إضافته في الـ 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 يعني بفضل إضافته في أي وقت من مراحل النبات، وإذا كان عندنا بعض التحفظ، أو بنقول لا ما تضيفهوش في خلال مرحلة النمو الأولى. أمال نضيف إيه؟ ضيف يوريا في مراحل النمو الأولى، يعني حوالي العشرين يوم، الـ25 يوم الأولانيين عندك ذرة او عندك قمح ممكن تضيف اليوريا، تمام. مع ان احنا لا نفضل اليوريا اطلاقا، وخصوصا مع نباتات الخضر لا نفضل المساس باليوريا طالما درجة الحرارة وصلت عندك لاكثر من 25 درجة مئوية. وده علم يا جماعة، مش تلاكيك ووجع دماغ، عشان بس ايه بتلاقي ناس معارضة كتير. يعني معارض ادخل على المراجع واقرأ، تمام. اما معارض كده على اساس انك معارض، الكلام ده ما ينفعش طبعا. وما احناش يعني ما فيش تيم يجمعنا كلنا ان احنا نقنع بعض، فمن فضلك ادخل اقرا وشوف الدنيا فيها ايه، تمام. نترات النشادر، هتقول لي انت ليه ما بتفضلهوش في الاول؟ هقول لحضرتك، نترات نشادر، النترات دايما يا جماعه تحمل الشحنات السالبه ان او 3 ماينس ناقص، تمام. فحبيبات التربه، التربه اللي انت بتمسكها ديت للفلاح، التربه اللي انت بتمسكها ديت عليها ايه؟ عليها شحنات سالبه. طب سالب مع سالب هيمسك ولا هيتنافر؟ هيتنافروا مع بعض، تمام. زي القطبين المتشابهين في المغناطيس، تحطهم جنب بعض تبص تلاقي انبعدوا. طب القطرين اللي هم مختلفين طبعا بيجذبوا بعض، ما فيش اي مشكله خالص. هكذا النترات، تمام، وحبيبات التربه، ففيهم سالب، تمام. فطيب، طب المشكله ديت عامله لك ايه؟ المشكله ديت يا جماعه عامله لي ان انا لما بحط النترات مع حبيبات التربه، ده سالب وده سالب، ده بيتغسل. هتقول لي طب بنفس المنطق برضو، انت ليه بتحطها في الـ الاعمار بقى المتاخره؟ انت بتقول في الاعمار الاولى. هقول لك، انا بحطها في الاعمار المتاخره في عمر النبات، تمام، بدايه من بداية الشهر الأول، لأن أنا سيادتك بحطها، بيبقى النبات عمل شبكة جذرية قوية تحت، الشبكة الجذرية دي قادرة إن هي تمسك عنصر النترات وتمتصه ويدخل النبات ويتمثل داخل جسد النبات من غير ما يتغسل مع مية الصرف، لأن لما بيتنافر مع حبيبات التربة ما بيلاقيش قدامه غير مية الصرف اللي بتتصرف، اللي زايدة عن حاجة النبات. المية دي بتروح مصرف الصرف عندك، أو لو عندك أرض رملية بتروح في أي مكان أنت مالكش دعوة، المهم إن هي ما بتقفش في المنطقة بتاعت الجذور، الزايد عن القابلية التربة بيروح على طول بيتغسل، تمام. فلما يكون سالب مع سالب بيتغسل في مية الصرف، ده اللي عايز اوصله وبعيد وازيد فيه عشان المزارع اللي هو قلت اللي واخدتها بالخبرة يحاول يفهمها كده، تمام. طيب،
من افضل الحاجات، من افضل المميزات بتاعت سماد نترات النشادر يا جماعه، ان احنا بنستخدمه زي ما قلنا ممكن نستخدمه في اي وقت، وحتى في وقت التزهير، بعكس اليوريا اللي انا لا يمكن اقدر استخدمها في وقت النبات ما يكون مظهر فيه، لانها بتعمل على تساقط الازهار، نسبه الازوت فيها بتكون عاليه. سماد نترات النشادر بنحطه في اي درجة حرارة، حتى الحرارة العالية بنحط السماد نترات النشادر في درجات الحرارة العالية، ما فيش اي مشكلة خالص. تمام، اللي بيعتبر من الأسمدة اللي بتضاف للأراضي المياه اللي فيها أملاح، سواء المية في المية أو في التربة، لأنها بتقلل من تأثير الكلورايد. وبرضو أدخل المعلومة دي برضو تدخل حضرتك وتشوفها، إلى حد ما نترات النشادر التأثير بتاعها بيكون حامضي بعكس اليوريا. النترات النشادر زي ما قلنا بنضيفها في أي وقت، تمام. اليوريا ممكن نضيفها تعمل لنا مشاكل، وخصوصا في اوقات التزهير. النترات النشادر ممكن نضيفها في وقت الثمار، عندك ثمار، بعكس اليوريا ما اقدرش اضيفها وقت الثمار، لان هي تفلق او تعمل تشققات في الثمار، وده طبعا الطماطم بتشوفها مشققه فيها تشققات كتير، والكنتالوب بتشوفه والبطيخ وكل الكلام ده مش مستني انا اقوله لك، انت بتشوفه قدام عينيك نتيجه الازوت العالي. والازوت العالي بيجي منين؟ بيجي من الكميات العالية اللي بتتحط زي اليوريا اللي فيه النسبة 46%. تمام، معدل الإذابة بتاعته يا جماعة كويس جدا، مهما يعني بتحط منه معدل الإذابة كويس، بمجرد ما بتحطه بتدوب بتلاقي الدنيا كويسة معاك. تمام، مشكلته بس طبعا ما ينفعش نحطه في الأراضي الغادقة أو سيئة الصرف، بمعنى إن أنا لا يمكن أضيف نترات النشادر بالنسبة لأرض مزروعة بالأرز يا جماعة. تمام، بالنسبة لإخواننا المصريين اللي عندنا رز طبعا في محافظات كفر الشيخ والشرقية والمنصورة والبحيرة، من أكبر المزارع اللي بتزرع رز، طبعا إحنا ما بنضيفش إطلاقا، وأنتوا عارفين كده، إحنا ما بنضيفش إطلاقا نترات النشادر، ولكن بنضيف السلفات أو اليوريا في الرز، لأنه موجود فيه مية، وإحنا عارفين القصة ليه قصة كده يعني. تمام، دي اللي كنت عايز اقوله في نترات النشادر او نترات الامونيا زي الشكاره الحمراء اللي بتنتجها طلخه، بتنتج منها ومصنع النصر بينتج منها ومصنع ابو قير بينتج منها، ولكنها سبحان الله مش موجوده يعني في الخليج، مش شفتهاش خالص اطلاقا، او مش موجوده اطلاقا يعني. تمام، مع ان بعكس احنا ما عندناش نترات النترات البوتاسيوم، لا هم عندهم نترات البوتاسيوم، هم ما عندهمش نترات النشادر، لا احنا متوفره نترات النشادر، ما اعرفش يعني هي حاجه كده وخلاص. نترات النشادر بتقبل الخلط مع كتير جدا من الاسمده، ودي ميزه كويسه جدا جدا فيها. نترات النشادر النسبه السماديه فيها لا هي منخفضه زي سلفات النشادر، ولا هي عاليه قوي زي اليوريا، فمتوسطه وخير الامور الوسط. لعلنا نكون يعني قدرنا نعرف او نستوعب يعني ايه نترات النشادر.